جزاك الله خيرا سؤالنا سدح بقول أفرتني السقال وحلي سائل كان السلام عليكم شيخو وحن لي هاي هالحاس وحن يقف آد وقدر أن حق جوشة أود أن حاس كلك جرس ملهي حلي ذا يقبض معذور كتهي أما أي مشى تهي هدي أنود القادم ويوم ليه كرا حاس كيجا كالي بيها يجسوا صار قعنت هذا أما شركة جمل كم إذا أني كم إذا وأنا هين محل كترنك دم ملك طيب هذا هو كوان فايز أهلا وسهلا استمناغا وبيها إن نينكو قعنتي سيساقك يعني. كاس لما هو قلو ما هو أبنانا حيالي وحكور إمانيا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك وحن حاسنا هين الدون تالينا أنا هين نيكي الشهوة استقاك هنا واحد قد بيبو ألي تبارك وتعالى تامر كوانين كمركو تشيركي سأماك عنتي سأستعمال أيو واستمناك ليلة أما السيقي سيقو عن إدان صمالي أما إنو حاس كيس تشيرك هذا أما قعنت هذا وإستقاك هنا واحد بملا طيب معايلي شرع واحد دي مجرو استمتاع مباح ابو كمليه النبي جنو صلى الله عليه وسلم سيده البخاري ومسلم اي سو صارين من حديث عائشه وحيليهن دمر كالنبي صلى الله عليه وسلم كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم دمر كيسة مدود وعاد قبط هدو دمع النبي صلى الله عليه وسلم إنه تتابته وهو أمر تشري مركي عدد كل عصبته باللوته ويسحق بدن وقصعت مرق جنتب وديشري يعني أنت عوردة مرق جنتب وديشري كدي ابن النبي صلى الله عليه وسلم تشير كذا كله وتتابن تشري رسول صلى الله عليه وسلم مركا تتابع شو دم حكى دلني إن حاس كيسي تطاب صبية كيمان مايا مركوا واستمتاع عايز كبنان تطاب الشداس محوة هاي يساس تردد بأهل العلم أي مسألة ده سي خاصة بأطاب تنبا وإليهين ننكو إنو تشيرك حاس كيسا ميل آن أهين ميش اللي دي دي ننكا لفتيسا ميش عاو اسكا صرير صوما وميش إيضا الصحرة ده إذا تاس وممنوع حديث فربضن باكوتم لكن ما شاء وحنا هين إنه بيه إستجاك كانوا وشهوة دي سكوك قطو ويسكبرنا أنت هاي الإمام ابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج كوحوكولة هاي إمام كي شافعي وحوكولة هاي إن كعنت هوين تيسا ونينك بيها إستجاك صوصارة وحولة هاي ومباح ويسكبرنا أنت وكذلك وحا سيدا سوكرا دهيا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري إمام كي سجن الشافعي لها الغرى البهية وإساقنا وحوكولا يهي إنو حاس كي سجعنت إذا ما تشير كي إذا سجس وصارا ويبنانت هاي علماء كلا نصاصي وقاها الله مركا مسألة دو مسألة دي بلما مسألة إسكبرناه والله أعلم جزاك الله خيرا سؤال